قطع من أرض مصر الغالية، حاول المتآمرون والإرهابيون بشتى الطرق السيطرة عليها وإعلان ولاية سيناء وما إلى ذلك، وتصدت لها القوات المسلحة المصرية والأجهزة الأمنية الحقيقة نعم. بقوة وبسالة. نعم. هل نقدر نقول إنه الحرب لسه شغالة هناك وما زالت قواتنا الأمنية بتطهر المنطقة هناك وتتعامل مع الإرهابيين بكل حسم؟ واصلين في اللي فين يا فندم في هذا الملف من وجهة نظر حضرتك؟ ونقدر نقول إزاي إن إحنا إن شاء الله يا رب قربنا أن نعلن تمام القضاء على الإرهاب؟ طيب أنا أقول لحضرتك بشمولية يشمل السؤال وممكن سؤال تاني لو كانت سؤال لو كان في وقت. الإرهاب في مصر، مصر كانت هي تعتبر فعلا الجائزة الكبرى، لأن لو مصر سقطت الكل يسقط أكيد. ما حدث في سيناء لها وضع، الحد الشرقي ليها خليج العقبة، الحد الشمالي البحر المتوسط، والحدود الشرقية مع فلسطين وإسرائيل الاثنين وهكذا. فالمشكلة، وطبعا هي كانت ليست بالكثافة السكانية العالية، أما النقطة الثالثة فهي موارد طبيعية أيضا، صحيح، وموارد سياحية أيضا، إذا هي تملك العناصر اللي كانت تجعل القوى الإرهابية تظن أنها من السهل أنها تجتزئ سيناء، عشان كده كلمة سيناء. لما نيجي نقول بقى ما تم خلال المرحلة السابقة، حصل أثناء سنة الإرهاب أن تم تخزين أسلحة ومعدات من كافة الأسلحة للتمكين واجتزاء سيناء في يوم من الأيام، وحدث هذا الموضوع. حتى الآن بيتم اكتشاف مخازن الأسلحة واكتشاف عربيات تحت الأرض هذا الموضوع. ماذا فعل الجيش المصري بمنتهى البساطة عشان نقدر الجيش المصري ونعرف تقييم هو حدث إيه؟ لما نقول أن الجيش العربي العراقي القوي والجيش العربي السوري القوي تمكنوا من السلاح على نص العراق قبل كده وإعلان الدولة، والسلاح على تلتين سوريا، ولكنه لم ينجح حتى الآن في مصر أن يستولي على متر مربع ليرفع راية الإرهاب عليه. فإذا هذا يعتبر، وطبعا الحرب الإرهاب مش بحرب سراب، بحرب قوات مسلحة بمعدات حديثة بأجهزة اتصالات، حتى لو في شبكات محمول، أجهزة اسمها عارفين اسمها السورية اللي هي اتصال بأقمار صناعية، ومعدات الدفع الرباعي المتطورة. كل هذا بيتم امداده للقوات الارهابيه في سيناء، لكن هم كل العمليات اللي بيسعوا ليها كان الاستيلاء على مدينه الشيخ زويل او رفح او قريه او حتى مبنى كمين حوالي 30 عشان يرفعوا، لكن لم يمكنهم الجيش المصري من هذا الموضوع. هل استطعنا، وده اخر سؤال يا فندم، هل فضل. استطعنا أن نقضي على الآثار التي ترتبت على ما فعله نظام الإخوان خلال العام من حكمهم بالإفراج عن عدد كبير من المساجين اللي كانوا مطلوبين أمنية أو جنائيا، ده شق بس كمان اللي كان منهم إرهابيين واللي منهم جزء كبير طلع مباشرة على سيناء واختبأ هناك، زي هقول لحضرتك بين الجبال نعم. هقول لحضرتك ودخل في نعم. مظلة الإرهاب. نعم يا زميلنا، الكلام ده هقول لحضرتك منتهى البساطة عشان الناس تبقى عارفة. الحرب النظامية اللي هي فيها أسلحة شاملة مع دولة أخرى زي ما حصل مع إسرائيل في 4 جولات لا تستمر غير أيام، معروفة كده، لأن المعركة الحديثة في العلم العسكري اللي احنا درسينه تتسم بالحسم في أعمال القتال. 6 أيام خدنا سيناء وعبرنا القناة وخدناها، خلص الموضوع. برضو حتى لما إسرائيل في 67 نفس الموضوع، عشان يبقى برضو المعلومات صح. أما الحرب ضد الإرهاب، لأن داخلها فكر المتطرف اللي هو يسكن العقول أولا. الحاجة الثانية احنا قلنا عليها، إذا كان الإرهاب هو داخلي فقط وأسبابه داخلي عشان الفساد، عشان العدالة الاجتماعية، عشان الثقافة الضعيفة، طب ما كل العوامل دي في كل الشعوب، لماذا لا يكون فيها إرهاب؟ لكن تم استغلال هذه العوامل من عوامل خارجية. إذا لو كانت الأسباب داخلية فقط كان الجيش المصري والشرطة المصرية قادرين خلال فترات بسيطة يقضوا عليها نهائيا، لكن استمرار تهريب السلاح واستمرار دعم الإرهابيين إعلاميا وطبيا ولوجستيا وبالسلاح، إذا الموضوع، لكن بمنتهى البساطة ما تم في سيناء 2018 بعد ما كنا كل أسبوع أو كل يومين ثلاثة في عملية، أصبح دلوقتي مسافات متباعدة بين العمليات الإرهابية. هذا يحسب لثلاث عناصر: الشعب المصري العظيم،
والقوات المسلحة المصرية العظيمة ورجال الداخلية احنا بنتحرك ليلا نهارا على مدار 24 ساعة شمالا وجنوبا. مفيش مشكلة أمنية على شوارع مصر. الشعب المصري المشروعات القومية اللي اتعملت البعض بيقول ان هي عملت ايه الطريق والكلام ده كله، اخذت ملايين فرص العمل لمن رجعوا من ليبيا ومن العراق وانتشرنا على الارض في مصر. الطريق اللي افتتحه الرئيس، الطريق الاقليمي، الناس يقول لك هو الطريق عمل بياكلنا، الطريق ده هيعمل حاجات لا مش محسوبه عاليه جدا جدا. ارض مصر كانت 95% فاضي لما الطريق اتعمل في عشرات الاف الكيلومترات. اذا الارض على اجناب الطريق يمين واليسار يا اما زراعيه يا اما صناعيه يا اما اسكان يا اما الثلاثه مع بعض. اذا استغلينا ارض مصر استغلال صح، وذلك التنميه هي احد الوسائل الرئيسيه لمقاومه الارهاب. بشكر حضرتك جزيل الشكر، وفعلا ختامها مسك، والجمله الاخيره دي يا فندم فعلا التنميه احدى اهم وسائل مكافحه الارهاب. هتنمي يعني هتشغل يعني هتحارب فكر متطرف الاحتياجات تسد للمواطن، الاحتياجات الاساسيه لن المواطن. يستقطب من اي حد، صحيح، لن تتركه عرضه للاستقطاب من اي جهه اخرى. صحيح.